فخذلانكم وضعفكم وخيبتكم وخستكم وانبطاحكم على نتنياهو ولابسين الفشتشي والقميص الرائع الجميل الشفاف على سرير نتنياهو جعل غيركم بقوا أبطال. انتوا اللي عملتوا كده، لا تلوموا أحد. إلى كل الذباب الداعم لابن سلمان لا تلوم أحد، إلى كل المعيز الداعمة للسيسي لا تلوم أحد، إلى كل الجراد الإلكتروني الداعم لابن زايد لا تلوموا أحد على خيانتكم وخيانة حكامكم. لوموا أنفسكم إنكم كنتم خونة، كنتم أهل الخسة والندالة والانبطاح أمام إسرائيل، ما جعل غيركم في نظر الناس بقوا أبطال رغم اللي عملوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في سعار شديد جدا في السعودية والإمارات ومصر، سعار شديد جدا لمجرد أن الصورة دي رفعت على سور محمد الفاتح اللي هو سور اسطنبول القديم مع بحر مرمرة والكلام ده كله في اسطنبول. سعار شديد جدا. خرج بعض الناس اللي هم الإعلاميين حتى اليمنيين والكلام ده كله يقولوا لك عمل وعمل 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 في اليمن وعبد الملك الحوثي، وازاي تعملوا كده؟ والناس بدأت تتكلم وتقول لك ده قناة الجزيرة أصبحت لوبي إيراني والكلام ده كله. طب يا جماعة خلينا نتفق معاه، معلش معلش، ما انت لازم تاخد البني آدم على قد عقله برضه يعني عشان خاطر يقدر يستوعب، ده لو بيستوعب اصلا يعني. الرفع الصورة دي غلط تمام، رغم ان الصورة اللي رفعت مش صورة اردوغان، يعني الاتراك ما رفعوا صورة اردوغان على انه هو البطل القومي اللي بيدافع عن غزة، ده رفعوا صورة عبد الملك الحوثي قبل منها رفعوا صورة ابو عبيدة بس بالمناسبة يعني. بس ما علينا، خرجنا من القصة دي وتعالى للناس اللي عندهم سعار اعلامي شديد جدا 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 في الامارات والسعودية ومصر. يا باشا ما سيبك من صورة عبد الملك الحوثي، انا كنت اتمنى ان صورة عبد الفتاح السيسي اللي تترفع، صورة محمد بن سلمان اللي تترفع، صورة الرئيس اليمني اللي والله مع كامل احترامي لاخواتي في اليمن انا والله ما اعرف اسمه، كان اتمنى ان صورة الرئيس اليمني تترفع، او صورة محمد بن زايد. طب ليه ما ترفعتش صوركم يا باشا؟ انا مش بكلمك عن الخزلان عشان انتوا خونة، الموضوع بسيط بس. يعني تخيل انت كده، ما عليك، لو الجيش المصري كان من اللحظة الاولى تحرك مع كامل احترامي لليمن كنا هنستنى اليمن يا جماعة، اخواتنا وحبايبنا وعلى راسنا، بس كنا هننتظر اليمن؟ لا. ازاي يا عبد الرحمن؟ قول لنا حاجة قريبة كنا كلنا عايشين وشايفينها. اللي حصل في 2012 في غزة لما كان محمد مرسي موجود، لما كان رئيس المصري محمد مرسي موجود مع كامل احترام لأي حد، لما رحنا عن رفح والكلام ده كله احنا كنا منتظرين اليمن ولا لا؟ كانت مصر قلب العروبة، مصر هي الدولة الكبرى، مصر الأخت الكبرى، مصر تحركت من دفع الإنسانية، من دفع العروبة، من دفع الإسلام، ومن دافع الأمن القومي الاستراتيجي لمصر اللي هي غزة، صح كده؟ لما تحركنا يومها حتى وتوقف اللي بيحصل في غزة، حد رفع صورة مرسي ولا حدش رفع حاجة؟ بس في الآخر لما مصر تحركت كان لمصر الثقل. ما تحركش عبد الملك الحوثي في اليمن، ما تحركش مش عارف مين في لبنان، ما تحركش مين في العراق، ليه؟ خلاص الكبرى تحركت، الكل خلص، اسرائيل ارجع ارجع، اوباما بالتليفون من مرسي ارجع ارجع، الكلام ده والله العظيم يا جماعه اللي حصل، باراك اوباما الرئيس الامريكي الاسبق اعترف بيها. لكن السؤال المهم النهارده، لما في دوله بثقل مصر اتحركت خلاص الكل سكت. طيب لو كان السعوديه اللي اتحركت فردا جدلا، محمد بن سلمان النهارده اللي اتحرك وقال يا جماعه السلام عليكم، اي نعم انا هطبع مع اسرائيل وهعمل وهعمل وهرجع الخمور المملكه تاني ارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب لو محمد بن سلمان رغم الافعال اللي بيعملها وان هو خلاص السعوديه نزعها من قلب الاسلام والكلام ده كله، لو محمد بن سلمان اللي قال لأمريكا ولأوروبا السلام عليكم أنا مش هتدخل ولا هرسل جندي ولا هبعت عتاد عسكري ولا هبعت دولار لغزة، وهو ما عملش كده حتى هذه اللحظة ومر أربع شهور وما يقرب من أربع شهور، لكن كان قال لهم أنا هوقف النفط، كان ساعتها توقيف النفط على أوروبا في الشتاء. شوف أنا لابس، أنا لابس إيه؟ أنا لابس ده ليه؟ لأن الجو 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 تلج. كان توقيف النفط على أوروبا ساعتها هيخلي اللي بيحصل في غزة يستمر الأربع شهور، كانت أوروبا وأمريكا الداعمين لإسرائيل، واللي أمريكا قد تتخذ قرار الفيتو لتعترض قرار محكمة العدل الدولية دعما لإسرائيل، كان كل دول توقف. على سبيل المثال زي ابن سلمان ما اتخذ موضوع النفط في موضوع أوكرانيا وخلى بايدن جه لغاية عنده، ما عملهاش لغزة. فطبيعي طبيعي خذلانكم المتغمس بخيانة المحطوط في قلب انبطاح، انتوا اللي وصلتوا الناس ان بعض الناس اللي كان رافضة كتير
انا ليا فيديوهات وما زلت عند رأي هذا رافض الاطار اللي عمله الحوثي في اهل اليمن، تمام، رافض قلبا وقالبا، لكن خذلانكم وخيانتكم وانبطاحكم خلى الناس بتقول اي حد يدعم غزة هسقف له. انت لو كنت تقدمت وعملت حركة رائعة كان الكل بصلك، كان الكل اتكلم عنك، انما ما عملتش كده. يعني تخيلوا يا جماعة، تخيلوا بس، هل الشعب المصري اذا اعتبرناه كله بيدعم السيسي زي ما بعض اللجان والمعيزي بتاعت السيسي بتقول لك ده كل الشعب المصري مع السيسي، تمام خلاص خلينا نعتبر ده كل الشعب المصري مع السيسي، ايه اللي خلى السيسي يتخذ هذا الموقف موقف الخذلان ويخرج لك في فيديو يقول لك احنا بقالنا 4 شهور مش قادرين ندخل حاجه علشان انا هددوني لو خدت هناخد منك انتصار؟ ايه المبرر اللي يطلع يخلي رئيس دوله الكبرى في الشرق الاوسط يقول انا مش قادر اعمل حاجه من 4 شهور ليه؟ علشان مهددني بمصنع الكراسي اللي هيتعمل، قالوا لي اللي هيتعمل فيك في مصنع الكراسي بعصايه عماد الكبير هيبقى فاتوره غاليه يا سيسي. ايه اللي خليه اتخذ موقف الخذلان والخيانه غير ان هو حابب يكون كده؟ ما هو الشعب المصري كله معاك، يعني لو كنت اتخذت موقف ما كان كل الشعب المصري هيدعمك. طب بالله عليكم وهذا تساؤل، واطلق لنفسك عنان التفكير، مش بقالنا 10 سنين بنقول السيسي ده خاين وعميل اسرائيل وي وي وي؟ لو كان عايز يبطل كلماتنا كلها ويمسح 10 سنوات من الوعي اللي وصلنا للناس، لو كان عايز يمسحه بموقف كان خرج ودعم غزة من اللحظة الأولى، إنما ما عملش كده ليه؟ عشانه خاين، ربنا أضله، ربنا سبحانه وتعالى أضله، خلاص لما لا سبيل له أبدا، هو ربنا أضله. لو كان اتخذ موقف واحد مع غزة من اللحظة الأولى وساند ودعم وقال المعبر هيفتح والمساعدات هتدخل شاء من شاء وأبى من أبى، ليس من العروبة ولا من الإسلام إنما من الأمن القومي المصري، لازم المساعدات تدخل لهم. لو كان السيسي عمل كده واسلوبه الشديد وهو بيتكلم زي ما بيتكلم ايه يا مصريين، كان قال يا ايه يا اسرائيل، كان عمل كده، كان حد فينا جاره ان بعد كده يقول السيسي عمل اسرائيل؟ لا، انما هو عمل اللي يؤكد نظريتنا عنه من 10 سنوات من 2013 انه عمل اسرائيل وانه ابن ملكة تاني، صح ولا لا؟ طب ابن سلمان، ابن سلمان لو كان اتخذ موقف واحد دعما لغزة، كنا احنا قدرنا بقى طوال الاربع خمس ست سنوات من 2017 وظهور ابن سلمان كان كل الكلام بتاعنا ده راح فين؟ ذهب ادراج الرياح. لو ابن زايد اتخذ موقف قوي اللي هو لسه مشغل الخطوط الاماراتيه حتى الان بتشتغل مع طيران تل ابيب، مع طيران مطار بيروح مطار بن جريون الخطوط الاماراتيه حتى الان، وبتنقل الهندوس اللي رايحين يساندوا اسرائيل في غزه، المقاتلين الهندوس، تخيل ابن زايد لو كان عمل موقف مع اسرائيل او قال انا هوقف التطبيع هوقف الاتفاقيات لما ده يحصل لما اللي غزه يتوقف، كان بالله عليكم حد فينا وعشر سنوات نشرح للناس ابن زايد ده اصلا يعني نبته اسرائيليه؟ لو ابن زايد كان وقف التطبيع وقال لا لا ده انا عملت التطبيع من اجل ايقاف المستوطنات، المستوطنات زادت اضعاف مضاعفه، عملت التطبيع من اجل الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني نكل به اضعافا مضاعفه، انا هتوقف. كان حد فينا قدر يقول ابن زايد ده بقى عميل اسرائيل؟ لا، لكن ربنا اضله زي ما اضل ابن زايد، زي ما اضل ابن سلمان، زي ما اضل السيسي. فخذلانكم وضعفكم وخيانتكم وخستكم وانبطاحكم على نتنياهو ولابسين الفشتشي والقميص الرائع الجميل الشفاف على سرير نتنياهو جعل غيركم بقوا أبطال. انتوا اللي عملتوا كده، لا تلوموا أحد. إلى كل الذباب الداعم لابن سلمان لا تلوم أحد، إلى كل المعيز الداعمة للسيسي لا تلوم أحد، إلى كل الجراد الإلكتروني الداعم لابن زايد لا تلوموا أحد على خيانتكم وخيانة حكامكم. لوموا أنفسكم إنكم كنتم خونة، كنتم أهل الخسة والندالة والانبطاح أمام إسرائيل، ما جعل غيركم في نظر الناس بقوا أبطال رغم اللي عملوه. لا تلوموا أحد، لوموا أنفسكم، لوموا خيانتكم. تجيش تقول لي أبدا ده مش أصل الحوثي مش عارف أصل حزب الله، تمام وحشين مش عايزينهم، فين انت؟ انا منبطح وخاين، سيبنا كمل ماراثون الخيانه. طب تسكت. يقول لك اصلي دول الحوثي، دول يا عم جمال يلا امشي يا حوثي وامشي يا حزب الله، امشي مش عايزينكم تاني، امشوا مش عايزينكم. جميل، انت بقى هتعمل ايه؟ انا هخون، انا هكمل خيانه. ابن سلمان امبارح خارج يقول لجاريد كوشنر جوز بنت ترامب يقول انا هكمل التطبيع. يعني انت عايز تكمل التطبيع وتكمل خيانتك، ولما يجي واحد
يعمل موقف ايا كان بقى صاحب الموقف بيعمله علشان خاطر يغسل تاريخه، بيعمله علشان خاطر يعمل اللي يعمله. جعلتوهم في نظر العرب ابطال، يقول لك اصل ايران اللي بتدعمهم. جعلت الناس كل ما ايران تقول بيان تبقى ابطال. انا ارفض ايران قلبا وقالبا وما فعلوه في اخواتنا في سوريا، لكن خليت الناس العرب، خليت 400 مليون عرب يقولوا ايران بتدعم غزة اكبر من اي نظام عربي بافعالكم بخستكم وندلتكم. هي دي الخلاصة يا جماعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.